أريد أن نتوقف إذا تفضل دكتور دريس لجريني عن العلاقات مع ألمانيا. عرفت منطقة من التوتر عبرتها، يبدو أن الأمر عاد إلى السلام، هناك مبادرات، ما قرأنا ما كتبته وزارة الخارجية الألمانية. ما الذي ساهم في عودة ربما بعض الدفء والهدوء إلى العلاقات البينية؟ أعتقد بأن أهم شيء يمكننا أن نسجله في هذا الخصوص هو أن المغرب كان واضحا منذ البداية بأنه لا يمكنه أن يسجل علاقات استراتيجية تليق بحجم العلاقات المغربية مع دول الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي للمغرب، والذي طبعا يحظى بعلاقات متشابكة على مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية وغيرها. ومن ناحية أخرى يبدو كذلك بأن المغرب أرسل رسائل واضحة إلى ألمانيا في هذا الخصوص بأنه لا يمكنه أن ينسي علاقات ذات بعد استراتيجي قادرة على أن تسمح بتطوير هذه العلاقات نحو الأفضل دون أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب بشموليتها. فالمغرب طبعا عبر على مستوى بأنه يرفض العلاقات أو الشراكات الانتقائية أو الشراكات التي تعتمد على أو تستحضر أبعاد دون أخرى، على اعتبار أن الشراكات الاستراتيجية والشراكات التي المستدامة التي يمكنها أن تحقق يعني أهدافها هي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول بشمولتها. ولذلك طبعا المغرب كان واضحا بأنه لا يمكنه أن يقبل بهذه الشراكة التي يمكنها أن تكون في صالح طرف دون الآخر، خصوصا وأن ألمانيا تورطت بسلوكياتها في السنوات الأخيرة على مستوى الإساءة إلى حد ما لمصالحه الاستراتيجية ومصالحه الحيوية، نستحضر طبعا هنا إقصاء المغرب أو استبعاد المغرب من مؤتمر برلين المتعلق بالملف الليبي، رغم ما أنجزه المغرب وما حققه وما قدمه للليبيين بشهادة مجلس الأمن وشهادة الليبيين بمختلف فرقائهم، وخصوصا وأن مختلف وأهم المبادرات التي جاء يعني ركبها الليبيون كانت من المغرب. إضافة إلى ذلك طبعا تحرك ألمانيا بصورة يعني أثارت نوعا من يعني القلق لدى السلطات المغربية، وخصوصا فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية. يعني يمكننا أن نستحضر هنا مجموعة من السلوكيات التي يعني نوعا ما كانت مسيئة إلى قضية المغرب الأساسية، وأيضا هناك قضايا حقيقة أخرى. فلذلك يبدو على أن الوقت كان كافيا لألمانيا بكل فعاليتها وبكل مؤسساتها أن تراجع حساباتها. وأعتقد أن الموقف الأخير الذي تزامن مع رحيل يعني ميركل ويعني إدارتها طبعا ووجود حكومة جديدة، أعتقد بأنه حكومة جديدة يعني ساهم حقيقة في إنضاج هذا الموقف، الذي أعتقد بأنه في آخر المطاف هو موقف في صالح العلاقات بين البلدين، وموقف أيضا يخدم مصالح ألمانيا ويخدم كذلك المصالح الاستراتيجية للبلدين، على اعتبار أن ألمانيا وفي عز الأزمة كانت تؤكد على دور المغرب وعلى تعاون المغرب وعلى أهمية المغرب كشريك. ولكن هذه الشراكة كما قلت المغرب عبر عن أنه لا يمكن أن يكون ضحية لها، ولا يمكن أن يكون يعني إلا لا يقبل إلا بشراكة متوازنة، إلا بشراكة في صالح الجميع. وأعتقد أنه إلى حدود الساعة هناك مؤشرات إيجابية من أعلى مستوى التي تؤشر بأن ثمة إمكانية لإرساء علاقات متوازنة، علاقات تأخذ بعين الاعتبار مكانة المغرب، وعلاقات تأخذ بعين الاعتبار كذلك المغرب كبلد مستقل وله السيادة وله أيضا مصالحه التي لا يمكنه أن يتجاوزها أو أن يهملها. ولذلك طبعا هناك اليوم حقيقة أرضية مناسبة لإعاشة العلاقة والدفع بها، خصوصا وأن هناك تجاوب بين البلدين من المغرب حيث عبر عن حسن نيته إزاء تطوير العلاقات، ونفس الأمر لاحظناه كذلك من أعلى المستوى الخارجية الألمانية. وهذا بطبيعة الحال أمر مهم جدا يمكنه أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، وربما قد نكون أمام علاقات أفضل.